نوصل لمولود العقرب يلي عنده تميز بهالاسبوع، حيويه فكريه ملموسه، معنويه عاليه، بيستفيد من موقع الشمس والزهره من العذراء، بالاضافه للقمر المكتمل بالحوت السبت والاحد، وبكون عم يدخل باسبوع من الاعمال المزدهره والنجاح، بيبتسم له الحظ وبيتحدث عن انفراج وتجربه حلوه، موعد مهني بيحمل له فرص كثيره حتى يتقدم بأعماله نحو الأفضل. بتتابع التأثيرات الإيجابية مع وصول الأمر للحمل الاثنين والثلاثة، يومين حلوين لبيت الشغل والمسؤوليات، وبيكون عنده انطلاقة سهلة، بتصير الأمور على أكمل وجه، وبتحصل على علاوة على الراتب أو عمل جديد مشوق، أو بتوقع على عقد ممتاز وممكن توصل للترقية، رح تشتغل منصب مهم وبكل تفاؤل. لكن بالرغم من كل هالأجواء الحلوة والإيجابية، عليك أنك تخفف أفكارك السلبية الأربعاء والخميس. انتقال الأمر لمواجهة مع برجك من الثور بموقع معاكس بيوضعك تحت الأضواء، ما تتمرد، ما ترفض أي أمر، مع احتمال أنه تشعر بالغبن، أيام مزعجة بتخليك على أعصابك، ما تجازف، عليك أنك تتحمل الكل. أسبوع فيه مسؤوليات، عدم تهرب منها، مطلوب منك انك تكون مرن بهاي الايام، مطلوب منك الدبلوماسيه بحسم الامور حتى ما تسبب بالفشل لعلاقتك. بترتاح وبصير اجواءك مريحه ومتفهمه مع انتقال الامر للجوزاء. نهار الجمعه بخف الضغط وبتنتهي المعاكسات وبتختفي الغيوم، وبتعيش عطله اسبوع مليانه بالاحداث والتغيرات والتقلبات والقرارات الحسمه، بعيدا عن التسرع حتى ما تتقلل من فرص النجاح. عاطفيا واخيرا رح تتحسن اوضاعك العاطفيه والعائليه مع انتقال الزهره لبرج العذراء يلي بيأمن لك فتره من العواطف الحاره والاتصالات المثمره. رح تكون سعيد لانجازات، بتفرح بلقاء مميز، وبتكون عندك ثقه بحالك. رح تعيش فتره مميزه من العشق والتفاهم والحنين والتقرب والحب، وممكن تقدم على ارتباط عاطفي كخطوبه او زواج.